اجتماع ديال وكاله الحوض المائي ديال تنسيفت اللي كان عنده واحد الاهميه قصوى، لان اولا كانت فرصه للتعريف بالاشكاليات المطروحه بالنسبه لهذا الحوض، واللي انتم تتعرفوا كاين اشكاليه كبرى ديال الجفاف اللي عشناها السنه الماضيه، والتدابير السباقيه اللي تم اخذوها في دجنبر ديال سنه 2021 واللي الحمد لله طبقات واللي مكنتنا من اننا نتجاوزوا هذه الاشكاليه بصعوبه، ولكن استطعنا اننا نتجاوزوها. كانت فرصه كذلك لتطبيق التوجيهات الملكيه بالنسبه لهذا الحوض المائي، من خلال اولا العمل على تقويه البعد المرتبط بالسدود، فكاين اليوم ان شاء الله غنضاعفوا امكانيات ديال السدود في المنطقه باش اننا نوصلوا الى اكثر من 500 مليون متر مكعب، وغنوصلوا الى مليار متر مكعب ان شاء الله في افق سنه 2050. من جهه اخرى كذلك هنالك ما هو مرتبط بتحليات المياه اللي غتكون في اسفي وغتكون كذلك في الصويره، وغنجيبوا من اسفي لليوسفيه وكذلك لمدينة مراكش من خلال الدعم ديال المكتب الشريفي للفوسفات. هنالك كذلك ما هو مرتبط بمعالجة المياه العادمة، المحطة ديال مراكش فهي تشتغل بأهمية قصوى، وإن شاء الله غنزيدوا نوسعوا هذا البعد ديال معالجة المياه العادمة باش يتم استغلالها كذلك في مجال الفلاحي. وهنالك ما هو مرتبط بالعمل على الحفاظ على الفرشة المائية من خلال بناء سدود صغرى وتلية 12 سد اللي هو مبرمج، ومن خلال كذلك العتبات التي سيتم كذلك إنجازها باش يمكننا نطعمه بكيفية اصطناعية الفرشة المائية.